الزفلة مخالفة بسبب زيادة وزن كلب. في واقعة طريفة لا تتكرر كثيرا بالمطارات، اضطرت مسافرة مصرية لدفع 400 دولار قيمة وزن زائد لشحن كلبها من فصيلة جولدن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجاوزه للوزن المحدد لتذكرة سفره، حيث كان يزن 66 كيلوغراما. وقالت تقارير أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك، تقدمت راكبة لشحن كلبها الكبير والذي يزن 66 كيلوغراما ليطلب منها المسؤول إعطاء 400 دولار قيمة وزن زائد عن الوزن المسموح به في تذكرة سفر الكلب وهي 23 كيلوغراما. فقالت الراكبة: لقد سددت الرسوم المطلوبة مني ثم شحنت الكلب الضخم. شكرا على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.